الفارو نيغريدو، اهلا وسهلا بك بصدر الملاعب ونورتنا. Thank you very much. Álvaro Negredo, what's me in Sala Amdala. بداية بعد رحلات طويلة في أوروبا، اليوم تحط الرحال في النصر، ليش؟ Bueno, es bastante diferente, ¿no? هي محطة مختلفة أعيشها هنا في الإمارات. العرض مغر والنصر فريق كبير. إنها ثقافة جديدة والتجربة ستضيف لي الكثير في مشواري. وصلت بالجولة الثالثة، ومن الجولة الثالثة لليوم الفارو مولع بالأهداف. نعم، هي مهمتي الأساسية مع فريقي أن أسجل الأهداف وأن نتقدم في سلم الترتيب، وأتمنى أن أستمر على ذات المستوى إلى النهاية. هو شيء رائع لي شخصيا وأيضا للفريق. شيء رائع أن أكون هدافا للدوري، ولكن ليس هذا هو الطموح الأساسي. الأهداف رقم وفقط، والأهم هي النتائج التي أحققها مع فريقي. كابتن، من الواضح جدا أنك انسجمت بسرعة ويا الفريق، حتى شارت القيادة. نعم، الأمر كان سريعا، وأشكر الإدارة والمدرب على منح الثقة لأكون قائدا للفريق، وأرجو أن تكون خبرتي في الملاعب كافية لتقديم الإضافة لبقية الزملاء. نعم نعم، هنا أضع الرقم 7 وفي الجهة الثانية الرقم 9، هما يعنياني الكثير لي في مشواري مع الفرق التي لعبت لها، والرقم 7 الذي حملته مع المنتخب. لماذا الرقم 11؟ بكل بساطة هو الرقم الذي حصلت عليه عندما أتيت إلى النصر. نعم نعم، سمعت بهذا الشيء. الرقم 9 لم يكن الرقم المفضل في نادي النصر، وربما هذا ما دفع النادي لإبعادي عنه، وأنا سعيد بالرقم الذي حصلت عليه. كابتن، بصراحة شنو ينقصكم بنادي النصر؟ مرة فوق مرة تحت. النصر يقدم ما عليه، وهي مسألة ثقة وفقط، والواضح أننا اكتسبناها مع مرور الوقت، وكما ترى الفريق تحسن كثيرا مقارنة ببداية الموسم. كابتن، اعطيني اسم لاعب إسباني تنصح يجي للدوري الإماراتي. نعم، أشجع زملاء الماضي على القدوم إلى الإمارات. سأقول ديفيد سيلفا، أدعوه للقدوم إلى الإمارات وإنهاء مشواره في دورها. الأندية التي أرشحها للتتويج بالدوري: الشارقة، العين، النصر طبعا. أعرف الأمر صعب التتويج بالدوري، لكن نأمل في ذلك.